امتى رمضان يجي في السنة مرتين؟ لما بيكون بيجي في شهر واحد أيوة. وفي شهر 12 من نفس السنة لأن بيفرق 11 يوم. أي أيوة. طيب كل كام سنة بقى؟ هو ده السؤال الترجيح. 32 سنة. كل 32؟ لأن لو ضربنا 32 في 12 سبتك في 11 يوم الفرق هيدينا سنة كاملة، يبقى كل 32 سنة أيوة. يجي رمضان مرتين في السنة. أنا بحييك والله. حضرتك اسمك إيه؟ محمد. أحلى. بحييك يا محمد. فعلا إجابة صحيحة إن رمضان بيجي مرتين في السنة، في السنة الكريمة لو جه في بداية السنة في يناير وجي مرة في آخر السنة كل 32 سنة. طيب رمضان كان مرتين في سنة 65، تمام. السنة الجاية هيبقى مرتين، يبقى هيجي في 97 سنة. صح. السنة الجاية إن شاء الله رمضان مرتين، المرة الأولى هيبقى في 10 يناير والمرة الثانية في 30 ديسمبر. لا دي احنا حسبناها. كل سنة وانت طيب وألف مبروك ليك. 100 جنيه من الشركة المعلنة. رمضان بيجي مرتين في السنة كل 32 سنة وتسمى السنة الكريمة. الكريمة.